مناقشة تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، بداية يعني اجتماعات حثيثة في واشنطن لبحث الرد على إيران، إلى أي مدى تتوقع أن تكون ربما هناك ضربة محتملة؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني حقيقة هذا التصعيد الأخير الذي قامت به القوات الحرس الثوري الإيراني في استهداف طائرة مسيرة، أظنه يعني هذه المرة ربما لن يمر مر الكرام يعني بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولربما ستجد ما يعني ترد عليه. لكن هذه الحادثة هل ستشعل نار الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني؟ أنا لا أظن ذلك، ولكن ربما ستكون هناك ضربة محدودة ولكن موجعة للدفاعات الجوية الإيرانية بسبب هذه الحادثة. وكان واضح من التغريدة التي كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال بأن أمريكا إن النظام الإيراني قد اقترف خطأ جسيما، ويدلل على يعني هذا الشيء. بالمقابل الحرس الثوري قال إن إسقاط الطائرة هي رسالة لأمريكا. من أين ينبع هذا التحدي الإيراني؟ يعني إلى ما تستند، إلى أي شيء تستند إيران حتى تتحدى الولايات المتحدة؟ النظام الإيراني يعني يستمر باستفزاز الإدارة الأمريكية، ذلك لأنها الآن لديها قناعة كاملة بأن الإدارة الأمريكية الحالية ليس لديها الرغبة في دخول حرب شاملة ضد النظام الإيراني، لذلك هي تقوم بهذه الاستفزازات وتثبت قوتها وتسجل نقاط على الولايات المتحدة. كما تعلم أخي، الآن هناك مشروع قانون بالكونغرس الأمريكي يحد من يعني حرية الرئيس الأمريكي في شن حرب في أي مكان إلا بموافقة الكونغرس، وهذا يجعل النظام الإيراني يتجرأ على يعني خروقاته ويتجرأ على هذه الضربات. لكن في النهاية ترامب قادر على توجيه ضربات للنظام الإيراني دون شن حرب شاملة، وهذا هو الذي يعني ربما يعني سيكون في الأيام المقبلة. هذا طيب، القوانين التي تقرب الكونغرس لن تمنع من شن على الأرض العراقية. لو ذهبنا إلى الأرض العراقية، في العراق المبعوث الأمريكي برايان هوك تحدث عن نفوذ ميليشيا الحشد، يعني في وقت تتزامن فيه أو في هذا الوقت تتزامن مع سقوط صواريخ قرب مقرات عسكرية أمريكية، ماذا يعني ذلك؟ يعني الحقيقة بالنسبة للساحة العراقية، وأنا ذكرت سابقا بأن هي من الساحات المريحة بالنسبة للنظام الإيراني، كونها هي من النظام الإيراني هو من يمتلك القرار السياسي، هو من يمتلك القرار العسكري، ولديها قوات تعتمد عليها في تلك المنطقة. يعني ما بالعكس في الجهة المقابلة الولايات المتحدة لا تملك في العراق سوى قواتها، هي ليس لديها أدوات فاعلة في العراق. لذلك يستغل النظام الإيراني هذا الأمر بتوجيه يعني ضربات تحذيرية تمرر عبرها رسائل إلى الإدارة الأمريكية بأننا قادرين على فعل شيء. واحدة من هذه الأهداف لهذه الضربات الصاروخية لبعض الشركات وبعض المنشآت النفطية هو رفع سعر النفط دوليا، وهذا طبعا شيء مؤلم بالنسبة للإدارة الأمريكية والغرب عموما. كما تعلم يعني الضربة الأخيرة التي حدثت مساء البارحة رفعت السعر بحدود 3%، والضربة الآن ضربة اليوم اللي ضربة أسقطوا الطائرة المسيرة رفعت سعر النفط إلى 6%. هذا يدلل على أن إيران تمشي باستراتيجية رفع سعر النفط ويعني تحميل الغرب يعني تبعات اقتصادية بسبب حصارها للنظام الإيراني. في العراق ما الممكن أن تفعله واشنطن إذا ما ضربت مصالحها، لا سيما أن الميليشيات ممثلة في حكومة عادل عبد المهدي؟ أنا يعني أتوقع أنها سوف تستمر بالضغط على يعني حكومة عادل عبد المهدي لكف يد الميليشيات، لكن حكومة عبد المهدي غير قادرة على لجم جماح هذه الميليشيات، وليست لديها قدرة على
قيادتها على عكس ما تقول الميليشيات، لأننا نأتمر بأوامر رئيس الوزراء. لكن إذا ما استمر هذا الشيء، أنا أظن أن هناك ستكون يعني معالجات جراحية تقوم بها القوات الأمريكية عبر غارات طائرات على يعني مقرات تلك الميليشيات، أو اغتيال بعض القادة الفاعلين في هذه الميليشيات. كيف تتوقع أن يكون كيف تتوقع في حال لو أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ مثل تلك الغارات التي تحدثت عنها، ما موقف حكومة عبد المهدي المتوقع؟ ومتى كانت مواقف حكومة عبد المهدي يعني يدار لها بالاعتبار ويحسب لها حساب؟ حقيقة ستكتفي بإطلاق يعني الشعارات وإصدار البيانات، ولن يكون لها أي تأثير. موقف الحكومة العراقية وباعترافهم، هم يقولون نحن فاقدين السيطرة على هذه الميليشيات التي الآن تسمى ميليشيات ولائية لتفرقتها عن ميليشيات الحشد الشعبي. والإدارة الأمريكية نفسها نصحت الحكومة العراقية بأنه يجب أن يكون لكم سيادة بدون التدخل لدول الجوار، فهي تتعامل مع الأمر بأنها فاقدة السيادة، تتعامل مع المسألة بشكل واقعي. فالردود الفعل من هكذا حكومة ليست ذات بال، ولا يعار لها اهتمام دولي وعالمي ممكن أن يعني تحسب له الإدارة الأمريكية حساب اتجاه بياناتها. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، شكرا لك.